إن مُلخَّص الفساد الذي قضى عليه النبي فيما يقرب يا أحبابي في 23 سنة في مدة البعثة، بعثة النبي محمد 23 سنة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء يبعدنا عن الله أو يستجلب غضب الله علينا إلا وحذرنا النبي، وما من شيء فيه خير لأمة النبي إلا وأمر به النبي، فأمر النبي محمد بكل ما هو فيه خير وصلاح، ونهانا عن كل إفساد وإفساد في الأرض. أيها الأحبة في الله، النبي محمد لخص جعفر للنجاشي بعثة النبي فقال النجاشي لما سأل جعفر عن هذا الدين قال له: أيها الملك، لقد كنا قوما نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقذف المحصنات ويأكل القوي منا الضعيف. وأخذ يعدد له، ثم بعث الله إلينا نبيا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فأمرنا بألا نعبد إلا الله، وأمرنا بحسن الجوار وبصلة الأرحام وبالصدق في الحديث وبأداء الأمانة. وأخذ يعدد، وبدأ النجاشي ينهمر لما يسمع من أخلاق هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالبكاء.